سلام المشاهدين الكرام، لاباس عليكم، احوالكم طيبه. اليوم قررت انا والاخوات ديالي غادي نعملوا واحد التحدي، وديك التحدي غادي يكون بنفنفخ يعني عامر بما، يعني نعطيهم سؤال وما ما غادي نمشي، يعني لما عرفوش اسئله غير معروفه، غي اسئله نعطيهم اسئله لما جاوبون لما جاوبونيش عليها، يعني لما جاوبونيش عليها تكون اسئله غير معروفه. غادي المهم خليكم من بعد ديك الساعه تشاهدوا حتى الاخر كانت غير معروفه، من بعد غادي نقول عليهم الماء. ما تصعبش معنا اخاي، هسه شويه صعب منا، غادي يكون على حسب الاسئله. لا بعرف تجاوب على الاسئله، يقول لك شي مزيان، يقول لك شي مزيان، لا ما عرفتش تجاوب على الاسئله انت ما يكون خير ان شاء الله. يكون خير، صافي حاجه وحده اخرى يكون خير. صافي المشاهدين ان شاء الله يلا تابعونا. البالونات كيف ما كتشوفوا المشاهدين ديالنا، هذا هما البالونات ديالنا. كل مغني اللي المفضل عندي اللي كنسمع دايما الاغاني مسلم. شنو اللي كيعجبني؟ واش فاصلو التيشيرت؟ شتا شتا ولا فاصلو الراجل؟ شتا شتا يلبس الشوال، وهذا غير البدايات. يا الله ما هي الأكلة العزيزة عندي؟ واحد الأكلة دي من كنا عجين ما عطيش البيض عادي انسان نحكي لك فيها. زيد 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 دغيا زيد دغيا زيد دغيا زيد هذا هذا ما هي الأكلة اللي عندي عزيزة مفضلة دي من كنا كنا دائما دائما يلا يلا دغيا سيت أكلة ما ما كتبانو كاملين. خدام فيديو صافي. شنو اللبسة عندي مفضلة؟ واش الكحل أو الأبيض؟ الكحل. عزيز عليا الأبيض بزاف، الكحل كنلبسه مرة مرة كنلبسه. واخا خوتي هما كيعرفوش شنو شنو الحوايج اللي كيعجبوني، وشنو الماكله اللي من الماكله كناكل، وفاش كنبغي نسافر، شنو المدينه كتعجبني، شنو المدينه كنبغي نمشي لها. من هادشي هذا كامل ما كيعرفو حتى شي حاجه على خاهم. واليوم كان هذا هو التحدي ديالنا، وشوف كيف حالاش رجعتهم في الزكتون. بلاش سمحوا لي بزاف، سمحوا لي ماشي مشكل، ليه نسيت خارجين من الماء؟
ايوا حبايب ديالنا كنتمنى ربي يعجبكم الفيديو. ما تنساوناش الكومونتير ديالكم الزوينين ولا شي بيان ولا لعيبه ديالنا. ما تنساوناش بارطاج بحول الله، بارطاجوا اللعيبه وديما اللعيبه والبارطاج ديالكم بالكومونتير. الا ما عجبتكمش شي حاجه سردوها لنا في الكومونتير. الا عجبتكم شي حاجه شوف عندنا ديك الشيء عادي، اقسم بالله شوف اي حاجه ما عجبتكمش اولا اي حاجه ما كانتش فيها محتوى بالعكس شرف لينا كيزيدوا لينا تقولوا شجعونا باش نعرفوا ديك الحوايج اللي ما كانوش مزيانين باش المره الجايه نصلحوا. بس حنا نزيدوا القدام فهمتي ونكونوا في المستوى. حنا بالكومونتيرات ديالكم كنتشجعوا كنزيدوا القدام. شكرا بزاف، والسلام عليكم. السلام عليكم الحبايب ديالنا.